بيكم في فيديو جديد وحلقة جديدة من عالم توم وجيري. النهاردة هنلعب جي تي اي ودلوقتي يلا بينا نبدأ. اسمهاش عالم توم وجيري، اسمها عالم الغلكات. عصبتوني قوي. اوكي، المهم فين اصدقاء قصدي عيلتي؟ انا كنت بدور عليهم، هو قال لي ان هو هيستناني هنا. اخويا، ثانية افتكر كده. لا، هو ما قاليش اني ابقى هنا، بس انا متعصب. هو قال لي اروح فين بالظبط؟ اي الوقعة دي عصبتني. هو قال لي اروح فين بالظبط؟ هنا ولا فين بقى؟ فين فين فين؟ اخويا ده ما بيعرفش يشرح. انا هركب الموتوسيكل ده. اوكي يلا. النقطة دي عصبتني لانها مش رائعة كفاية. مش عارف ايه ده. مركب الموتوسيكل ده صغير جدا عليا. كل حاجة معصباني. انا مش عارف اسوق من العصبية اللي انا فيها. مش عارف اعمل حاجة. لازم اشغل اغنية تهديني. دي بس ما بتهدي. ده اسمها اغنية الهدوء من النينيهات العظيمة. اخيرا بقى. مش للراحة ابدا زي التانية. جيري ده اغاني مجرد بتقول اي هبل في هبل، وهي اسمها اللي ملوش دعوة اصلا بالاغنية. الوقعة دي هتعصبني لو ما كانتش رائعة كفاية. ثانية، يا اخويا المفروض يبقى هنا. الوقعة دي عصبتني. هو فين؟ انا هولك الازرق. انا غبان قوي. النهارده هنتجمع كلنا علشان نلاقي حل للغضب الشديد اللي احنا بنبقى عايشين فيه ده. بنبقى عايزين نكسر كل حاجه. روح قابل اخويا الاحمر، وبعدين عايزين نشوف حل للمشكله دي. مش قادر من عصبيتي. انا متعصب جدا. انا هروح دلوقتي هقابل اخويا. هو مفروض على مبنى كده شبه علامة الزائد. ايوه، هو ده المبنى اللي شبه علامة الزائد. او مبنى اكس. قول اكس. انت كده بتعصبني. قول اكس. كنت قربت اوصل. انا شفتك يا اخويا وسمعك. استنى انا جاي دلوقتي. انا متعصب جدا. وانا متعصب اكتر منك لاني لوني احمر اصلا. لا انا متعصب اكتر. يا اصحابي، سؤال النهاردة، انا واحد بالنسبة لكم اكتر حد متعصب ما بيننا؟ انا طبعا. اكتبوا تحت في الكومنتات انا متعصب. ايه، مش هتنفع لانها عصبتني. حتى شوف شعرنا من سبب العصبية ايه اللي حصل له. خف شعرنا. خف. هو في مشكلة كبيرة جدا ان احنا شعرنا خف. احنا لازم نروح عند توم وجيري يساعدونا. عضلاتي احلى منك. انا انت كسفتني. اخيرا بفرح. اهو ثانية، عشان كده لونك ازرق بتعرف تحزن بسهوله. لا، اما انا احمر يبقى انا بتعصب. لازم نروح عند توم وجيري. ماشي ماشي. هنركب اكبر عربيه في كل العالم. ايوه، دي عربيه كبيره جدا. يا
يلا بينا. يلا حد تنزل. انا عايز اشغل اغنيه تخليني ريلاكس شويه. لا 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 اصبر بس. عصبتني في حياتي. ايه كل السويت ده؟ ده مسموش. ده مسموش سينجينج. السينجينج الحقيقي بيكون عبارة عن مثلا هولك 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 سماش 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 هولك سماش هولك سماش هولك سماش سماش كده مثلا. صح؟ ايوه معاك حق. انا حاسس ان نفسي اكل شوكولاتة وكمان لونها احمر عشان تريق على غضبي. المفروض انا لاقي توم وجيري دلوقتي. احنا غبانين جدا. كل الناس توسع كل الناس توسع. انا غبان انا غبان. طب احنا ملناش دعوة بعصبيتك الهبلة دي. عصبيتي الهبلة؟ انا هتعصب عليكم اكتر اكتر. انا بنت ام جيري. يلا يلا انا بنت ام جيري. فين احنا؟ في روبلوكس اوبي. لا لا بنت ام جيري فين؟ المفروض هم قالوا ان هم المفروض يبقوا هنا. دول عصبوني قوي زي ما انت عصبتني. ايه ده؟ طيب هيجوا دلوقتي. تعال يا جيري نعمل اروع حاجه شفناها في حياتنا. صح نسيت اسف. تعال نركب العربيه العملاقه جدا دي لانها اكبر عربيه في كل العالم. ثانيه لازم تبقى صغيره. انا ممكن اختار عربيه اصغر او دي صغيره. انا كنت بهزر طبعا. ايوه هنعمل احلى نطه بالعربيه. مالك هادي قوي النهارده؟ عشان عملت ألبوم بيعصب فبحاول ان انا اكون هادي. طب انت ليه سميته ألبوم للهدوء؟ يعني عشان يلا مستعد اروع نطة. احنا بنقع. ازاي فيلد اللي انت كاتبه ده؟ ازاي الغلط؟ ازاي النطه دي تبقى غلطه؟ ايه ده؟ والكات حمراء؟ ازاي النطه دي كانت تبقى غلطه؟ عنده حق. خلاص اهدوا يا جماعه. في ايه؟ انتوا ايه مشكلتكم؟ باين قوي عصبيه. عصبيه؟ ثانيه هولك احمر. صدق انت عندك حق. المفروض يبقى هولك احمر. يا هولك هولك ازرق زيك يا مدبدب. ما كانش فيه هولك اصفر كان يبقى جيب. اظن لا. لحظه انت جيب كلنا الوان تعصب. طيب يا جماعه في ايه؟ ايه ده؟ انتوا ايه مشكلتكم؟ طيب احنا مشكلتنا مش بيعصب. احنا مشكلتنا ان احنا عايزين نحل مشكله الغضب دي. انت بس يا ازرق. انا اللي المفروض اقول زي العربية اللي حمرة الفوق دي لان كل حاجة حمرة. انا عايز اطلعها. جي تي ايه؟ يا ريت لو كان فيكي خيال سنة بدل الجاذبية القوي دي.
صح النطة دي خيالية، بس مش مهم، برضو كانوا يفضلوا خياليين اكتر اللي عملوا اللعبة دي. طب يا جماعة في ايه؟ انتوا مش عارفين، خليكم بالله يا دمعة الزرقاء. ايه انا مش دمعة زرقاء، انا قطة حضرتك. طب يا القط يا باتمان، انا مش باتمان وانا بكره باتمان لانه من طيب من الجاستس ليج، اما انا من افنجرز. مش مهم مش مهم مين البطل الخارق، بس انا عايزه اقول لكم حاجه، انا لازم دي لحظه خاصه، انا البابا تشيتشي الجميل، انا رائع، حياتي جميله جدا، بتنطط نطاط كبيره، طول حياتي كان نفسي امسك فار اسمه نيا. طول حياتي حياتي صعبه، عمال اتخبط والفار ده بيتريق عليا. قبل كده رسم صوره عليها انا وكتب عليا ستينكي. طيب يا جماعه بصوا ده طالع من العربيه. ايوه انا طالع من العربيه فعلا. ما تعصبناش اذا، بس على فكره احنا احسن. ليه؟ احنا بنشم الهواء. مش معقوله دي تبقى فيلد بقى. لا هنلمس الشمس. لا راس هولك لمست الشمس، ما كانتش حراقه قوي، هي دي بعيده صح. ازاي دي بقى تبقى فيلد؟ ازاي النطه دي نطه غلط؟ اوه لعبه غريبه قوي بجد. عندك تعالوا هنخش المطار دلوقتي علشان نسافر بلد تانيه من غيركم وما يكونش فيها اي مشكله. لا يا توم خلينا نساعد مشكلتهم خلاص، علشان نجيب باقي الهولكات علشان نضيع مشكله الغضب بتاعتكم. بقول لكم اغنيه هتريحكم. لا بلاش، لا بلاش بلاش، احنا بنكره الاغنيه دي. انا عارف اغنيه هدوء حقيقيه. ماشي بصوا علشان نجيب الهولكات، بص يا توم اطلع في العربيه دي سوري بالطياره دي وشاور لهم علامه ان هو ان احنا يعني عايزينهم. الطياره دي جميله قوي، فيها مطبخ فيها ثلاجه وكمان فيها تويلت، احلى حاجه ان لما يشوفوها يلاقوا ان دي علامه ان هم يجونا. ماشي ايوه علامه، وكمان الطياره دي فيها كل حاجه حتى الوقت الاولاني. يلا تعالوا هولكات، المفروض يجونا بعد ما خلص. لو سمحت هم كده مش هيطيقوا يجي حضرتك بسبب كفايه ان كل الهولكات سمعوا الاغنيه بتاعتك المصدعه. ليه الهدوء؟ عشان انت ما قلتليش اتكلم. اسف يا نيا. اوكي دلوقتي احنا وصلنا، المفروض كده مش شايفوا البتاع ده الطيارة السوداء الكبيرة الكاميرا الجميلة، ومفروض يجوا عشان نحلهم مشكلة الغضب دي. وبعدين انا اروح اكمل برنامج الجبنة الشهير بتاعي. برنامج الجبنة ولا قصدك برنامج الاشباجيتجي؟ الموسم الثالث نزل اخيرا الاشباجيتجي. الاشباجيتجي رائع. احنا وصلنا يا هولك الاخضر صح. ايوه وصلنا وصلنا اخيرا، وانا الاصل ما بينكم، انا اخضر. لا بس احنا برضو اخواتك يبقى نبقى اصليين. بس انا اصلي اكتر منك. مش مهم، احنا عايزين نعالج مشكلة الغضب دي باي طريقة من الطرق. مش مهم ايه الطريقة، بس انا مهما كان عمرها ما هتحل مشكلتي. انا مش عايزه اروح، انا عايزه اروح حته تانية خلاص. بس بس هو كده مش هيجي اهو، انا ماشي خلاص بقى في هدوء. انت
قلت لها بطة اخونا. ده انتو يا حتة اللحمة انت خبطتيني يا حتة اللحمة الخضرة، ليه خبطتنا؟ ما تقولش على اخويا كده، انا مش لحمة خضرة. خلاص يا جماعة معلش، حصل خير بقى. ما طب ليه بتطلع عصبيتك عليا؟ انا ما تضربنيش. بصوا يا جماعة اهدوا يا حبايبي يا صغنانين يا ولادي يا حساسين. بنات اهدوا يا بنات، ما تتخانقوش مع بعض. يا بيبيهات كمان بنات، احنا مش في الحضانة ولا حتى حضانة. خلاص خلاص اهدوا يا بنات، بصوا احنا هنعالجكم مشكلتكم، احنا عارفين هنعالجها ازاي. اهدوا بقى من فضلكم. ان ايه بنات؟ وهن هنعدي الموضوع بس كده. اوه ده في طيارة بتمشي. يا هالك رايح تعمل ايه؟ هتعمل ايه هالك؟ هالك الاحمر انت رايح تعمل ايه في الطيارة دي؟ رايح اوريكو اني اكتر حد متعصب، واني هدمر الطيارة اللي قدامكو دي. اختفت؟ انت ازاي؟ ازاي عملت كده؟ قوي جدا، المفروض ضربتها وطارت زي ما انا بطير دلوقتي كده. يا لهوي، طيب هنحل لكم دلوقتي مشكلة الغضب. طارت من غير تحكم. هنحل لكم دلوقتي مشكلة الغضب، استنوا بقى خبكوا معنا. نيا 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 نيا. اخبار النيانيهات اوحش نوع اخبار، لانها بتعصب. اخبار عاجلة، جبنة جيري ضاعت. بكرهها قوي اخبار النيانيهات، صدقني بحس ان هي اخبار ملهاش معنى اصلا. تمام اوكي تعالوا يلا هنروح عند الخبير، الخبير اللئيم. مفيش خبراء في الفيديو ده حضرتك، هما ناس هنجيبهم عشان يضحكوا الهولكات فيخلصوهم من الغضب بتاعهم. بس في مشكلة واحدة. انا واثق ان هما مش هيعرفوا تحلوا مشكلتنا. بس في مشكلة واحدة، لو اتعصبتوا جدا جدا يلا انا هوقعكم زي البولينج. لا انا مش بولينج. انا هوقعكم زي البولينج. لا ما توقعنيش. هنوقعك زي البولينج. احنا ليه طب احنا ليه بنتكلم بطريقة طبيعية جدا؟ ايوه عشان ده عشان نضحككم. يلا يلا تعال، احنا حياتنا سعيدة جدا. ايوه يلا. كيفن ليه بتجري بسرعة قوي يا كيفن؟ مزاجي. يلا تعالوا يا جماعة بسرعة. بطريقة انتوا بطئة قوي. بطريقة يلا هنوقعكم زي البولينج قدام دول. اولا 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 منظرهم مضحك قوي. ايوه منظرهم مضحك قوي. يا لهوي مضحكين جدا. حلو عمري ما ضحكت كده في حياتي. فظاع قوي. احنا شكلنا بنعيط مش بنضحك. دي مضحكة قوي. يا دمعة لونها ازرق، انت اكتر حد طبعا بتعيط. انا مش دمعة، انا مش دمعة. بس انا عايزة اقول لكم في مشكلة واحدة، لو اتعصبتوا بطريقة جامدة جدا زي ما انتوا كنتوا بتتعصبوا هترجعوا بتتعصبوا تاني. لا انا حاسس اني مش عايزة اتعصب. شكرا يا توم وجيري على مساعدتكم الجميلة دي. العفو، لاني انا البابا تشيتشي اللي بيتكلم دلوقتي علشان تعرفوا بحب اقلد اشواشي يعني. تمام، انا بصراحة مبسوط قوي ان احنا اخيرا عالجناكم. دلوقتي مفروض انا هروح المصيف. ايوه حياتنا رائعة، مركب المؤبر. هولك انت رايح فين؟ انا هضحكهم. اي اي مش مضحك خالص. ده مش مضحك خالص. مش مضحك. انت مش مضحك انك تزقني يا هولك. انت ازاي تعمل فيا كده؟ انت جاد قوي. انت بتضربني. انت رجعتني اتعصب تاني. ما تضربنيش انا يا صديقي. انت لطيف، انت لطيف بجد، انت لطيف بجد. ما تضربنيش انا يا صديقك. بس طريقتك مسرسعه ووحشه.
بس مش مشكلة، فضل قراتي لأنك منظرك هو اللي لطيف، مش لازم تضحك. دلوقتي باتريبا. يعني ايه باتريبا؟ كومبايا. كومبايا يعني ايه؟ باتريبا يعني ايه؟ انا يعني بفهمش لغة المينيونز. تعرف ان لغتنا احنا بنتكلم بلغة كل لغات بانانا. ما علينا دلوقتي. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش لايك وكومنت وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم مزيد من عضلات الهولكات. لا اعمل فيديوهاتنا مش عضلات الهولكات. ما تنسوش سؤال اني واحد كان متعصب جدا بالنسبة لكم. ايوه باتريبا. يعني ايه باتريبا يا جماعة؟ اكتبوا تحت الكومنتات يعني ايه باتريبا. انا المتقدم في الامام لاني انا الناس بيحبوني. باي.